مبروك 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 للمئة مليون مواطن مصري، فوز المنتخب المصري على كوت ديفوار، وإن شاء الله بإذن الله تعالى نشوف أداء أفضل وأفضل في الماتشات القادمة بإذن الله في بطولة أمم أفريقيا. وزي ما شفنا النهاردة حضراتكم إنه يعني المنتخب بيلعب أفضل بكثير جدا من الماتشات السابقة، وبإذن الله الماتشات القادمة يلعب أحسن وأحسن، وربنا يرزقنا بهذه البطولة إن شاء الله بإذن الله تعالى. زي كل يوم أربع عندنا الفقرة الدينية. حضراتكم امبارح كنا بنحتفل بالعيد 70 لعيد الشرطة والأمن والأمان، اللي بفضل الله ربنا سبحانه وتعالى وفضل الشهداء الجيش والشرطة اللي احنا بننعم بيه حاليا في بلدنا، وبفضل هذا الاستقرار وهذا الأمن قدر الإنسان إن هو يعيش حياة كريمة، ويقدر إن الدولة المصرية إن هي تقدر تعمل هذه المشاريع القومية الكثيرة، ويبقى في فرص عمل كثيرة، ويبقى في خير لبلدنا في خلال السبع سنوات أو الثمان سنوات الماضية من مشاريع قومية كثيرة. بفضل الأمن والأمان يستطيع الإنسان أو البشرية كلها في كل حتة في العالم، لما تنعم بالأمن والأمان تقدر يبقى فيه حياة أفضل للبشرية بشكل عام. ضيفي اللي دائما بينورني في الاستوديو يوم الأربعاء حضراتكم ضيف الدكتور عبد العزيز النجار، وكيل وزارة بالأزهر الشريف، وأهمية الأمن للمجتمع. كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الكريم الذي علم المتعلمين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على دربه إلى يوم الدين، أما بعد. يعني خليني أبدأ بما بدأت به حضرتك، ونبارك ونهنئ لكل المصريين والفريق المصري، وندعو الله عز وجل أن ينصرهم وأن يثبت أقدامهم وأن يجعل النصر حليفا لهم، وأن يعودوا لنا بهذا الكأس بفضل الله عز وجل وتوفيقه إن شاء الله يا رب إن شاء الله. ثانيا نقدم التهنئة إلى قوات الشرطة ووزارة الداخلية المصرية بالعيد 70 للشرطة، اللي هو 25 يناير من كل عام. واحنا عارفين طبعا مناسبة هذا العيد ان استطاعت الشرطة المصرية ان تتصدى للغزو البريطاني، وانها ما تسلمش رغم القوات البسيطة للقوات البريطانية، حتى أنها أجبرت القوات البريطانية على أنها تعطي التحية وتقدم التحية حتى للمصابين وللشهداء من القوات الشرطية التي أبهرت العالم كله بما تملك من أسلحة ضعيفة وأسلحة بدائية تقف أمام الدبابات وأمام القوات الغاشمة وتستطيع أن تجبرها على ما تريد. نعم، وتم يعني هو القوات البوليس أو الشرطة المصرية سنة 1952 رفضت تسليم السلاح، ورفضت أن هي تسلم مبنى محافظة الإسماعيلية في هذه الفترة، وتم في كان في 50 شهيد قدموا أرواحهم فدا لوطنهم، وأيضا 70 جريح ما بين الشرطة وما بين المواطنين في الإسماعيلية. بالتأكيد، وصار هذا اليوم هو اليوم اللي بنحتفل به، وصار عيدا للشرطة المصرية. تمام. يقدم لهم الشعب في ذلك اليوم التحية والتهنئة والمباركات، شكرا لهم على ما فعلوه، واعترافا بالجهد، وزيادة في بذل الأمن والأمان للمصريين. سنة بدون قطع كلام حضرتك،
سنة 2022 واحنا بنحتفل بذكرى أعياد العيد السبعين للشرطة المصرية وزارة الداخلية المصرية، وقد إيه إحنا شفنا في خلال السبع ثمان سنوات دول اللي فاتوا إنه قد إيه الشهداء واللي قدموا روحهم إذا كان في الشرطة أو في الجيش عشان ننعم بالأمن والأمان اللي قدر البشرية في 100 مليون مواطن مصري دول إن هم يعيشوا في هذا الأمن والأمان ويبنوا ويبقى حياتهم أفضل. لو رجعنا 1443 سنة هجرية إلى الخلف أيام الرسول عليه الصلاة والسلام وبداية الإسلام، قد إيه إن الأمن والأمان ده كان مهم أيضا من 1443 هجرية أيام الرسول عليه الصلاة والسلام. الأمن، خليني أقول لك بس، الأمن بداية من يوم جعل الله عز وجل خليفة على هذه الأرض، ونستدل على ذلك. فضل. مش 1400 بس، لا، الأمن للبشرية، للبشرية لآدم وحواء، للبشرية كلها. بس خليني في يعني شيء عاد إلى ذاكرتي في دقائق. فضل. لماذا اختار، من اختار أن يكون يوم انتصار الشرطة المصرية 25 يناير هو يوم يحاولون فيه انكسار الشرطة المصرية؟ صحيح. هذا بيدينا شيء، أن هناك من انهزم في ذلك اليوم أمام الشرطة المصرية أراد أن يختار، وكأن هذه اليد الخفية التي هزمت هي التي كانت تدعم، يعني خطيرة كده، يعني بديهية. أصل ليه 25؟ اسمعنا يعني، ما يعني أول ملحوظة صغيرة أفضل ويرجع على طول. نعم. قسما بالله في خلال الأسبوع اللي قبل ثورة 25 يناير على الفيسبوك، الناس الشباب اللي عايزة تغيير لبلدها وعايزة يعني ليه كانوا نيتهم صافية، ها، مش قبل الإخوان وقبل يعني المؤامرات اللي بتحصل، كنت دايما بسألهم هو اشمعنا 25 يناير؟ طب ما خليها 24، طب خليها 23، خليها 27، اشمعنا في عيد الشرطة؟ خليها من أول يوم السبت. يعني اشمعنا عيد الشرطة؟ خلينا من أول يوم الجمعة. فكان هناك، كانش في إجابة. نعم، فكان هناك دلالات كثيرة، وأن هناك يد خفية استغلت رغبة المخلصين في التغيير وبدأت يعني تحدد هذا. صحيح. اليوم. ولكن صحيح. الشرطة المصرية لم تنكسر في 25 يناير، بل انتصرت الشرطة المصرية. هتسألني تقول انتصرت ازاي؟ كون ان الشرطة المصرية تنسحب في اليوم الثالث من الموقف ولا تطلق طلقة رصاص على مواطن مصري، ولم تنسحب امام القوات البريطانية، فدليل على انها انتصرت، ودليل على انها عندها وطنية وعندها ارادة وعندها حب للبلد، وفضلت ان تنسحب من الموقف والا تطلق رصاصة واحدة على مواطن. نرجع بقى للموضوع بتاعنا اللي هو الامن والامان واهتمام الاسلام بالامن والامان. تفضل. اولا، قضية الامن هي قضية مقدمة على الاقتصاد، مقدمة على العبادة منذ خلق الأرض ومنذ هبوط سيدنا آدم إلى الأرض، لأن الإنسان لا يمكن أن يسعد ويهنأ بأي نعيم دون أن يشعر بالأمان، حتى العبادة. نعم. وده الفرق بين الأمن والأمان. يعني احنا دايما نقول نحقق الأمن والأمان، نحقق الاستقرار. الأمن شيء والأمان شيء آخر. فضل. يعني هما مش معنى مش واحد ولا مترادفين. ولذلك يقول هذا رجل الأمن، لكن ما فيش حاجة اسمها رجل الأمان، لأن رجل الأمن هذا هو الرجل الذي يحقق الأمن والاستقرار للمجتمع من كل المخاطر. عندما يشعر المواطن بهذا الأمن ويطمئن قلبه وتستقر نفسه
ويتحرك بيسر دون خوف فهذا هو الأمان. يبقى نقدر نقول إن الأمان هو شعور المواطن بالطمأنينة على نفسه، على عرضه، على ماله، على أولاده، على عرضه، على مستقبله، على حياته اليومية، على عمله. على عمله. ولذلك أيام ما كان هناك اضطرابات كنت أنت ما أنتش شعر بالأمان. لماذا؟ خايف ابنك يتخطف، خايف ابنك يروح، خايف بيتك كذا، خايف تتثبت في الطريق. لكن عندما يتحقق الأمن تشعر أنت بالطمأنينة، يبقى تحقق لك الأمن وتحقق لك الأمان. صحيح. الأمن مقدم على الطعام وعلى الشراب وعلى الرزق، لأن كيف يعمل الإنسان وكيف يربح وكيف يأكل وكيف ينعم وكيف يشرب بدون نعمة الأمن؟ والقرآن يثبت ذلك. تفضل. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. فماذا قدم سيدنا إبراهيم؟ قدم قضية مهمة ونعمة مهمة، وهي نعمة الأمن قدمها على نعمة الثمرات اللي احنا بنسميه الرزق، الاقتصاد، اللي بنسميه الطعام، اللي بنسميه الشراب. نعم. بل أن سيدنا إبراهيم أيضا في سورة إبراهيم يقدم الأمن على قضية هي أكبر من قضية الرزق، وهي الغاية من خلق الإنسان، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الحكمة من خلق هذا الكون من المكون جل في علاه هي عبادة الله عز وجل، إني جاعل في الأرض خليفة. نعم. لما نعود إلى سيدنا إبراهيم ماذا يقول؟ وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. عبادة الأصنام شرك أم توحيد؟ عبادة الأصنام شرك طبعا. طب القضية المهمة في حياة الإنسان هي الوحدانية أم قضية الأمن؟ نعمة العبادة وإفراد الخالق بالعبادة ولا انشغال الناس بقضية الأمن؟ بالتأكيد أن هناك ترابط بين الأمن والوحدانية. فعلم سيدنا إبراهيم أنه لا يستطيع أن يحقق الوحدانية وأن يباشر ويمارس العبادة بدون أن يكون يعيش في مجتمع يحطه الأمن ويشعر هو بالأمان في هذا المجتمع. فقال رب اجعل هذا البلد آمنا، وينتقل إلى قضية التوحيد، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ربنا سبحانه وتعالى عندما أراد أن يذكر أهل مكة بنعمه على أهل مكة، ونعم الله عز وجل كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمة واحدة من نعم الله عز وجل إذا استطاع الإنسان، لن يستطيع الإنسان أن يعد فوائدها ونعم النعمة الواحدة. ومع ذلك قال لهم فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فذكرهم الخالق جل في علاه بقضية الاقتصاد وقضية الأمن، لأن الاثنين في ترابط بين الاقتصاد وبين الأمن. صحيح. لا يمكن أن ينمو الاقتصاد في عدم وجود أمن. نعم. ولا ينمو الأمن في عدم وجود اقتصاد، لأن الأمن محتاج اقتصاد والاقتصاد محتاج أمن، فلا بد أن يكون هناك نماء للاقتصاد والأمن في وقت واحد حتى تستطيع الأمم أن تتقدم. صحيح. ورأينا المجتمعات ورأينا البلاد التي فقدت الأمن، فقدت كل شيء. صحيح. فقدت اقتصادها، فقدت حياتها، عاشوا في ملاجئ، فقدوا مواقعهم الدولية، فقدوا أن تكون لهم كلمة سياسية، فقدوا كل شيء، وصاروا من دولة إلى دويلات، ومن القيادة والريادة إلى التبعية والتسول.
فكون أنك تعيش في بلد يعموه الأمن فهذا كافي حتى وإن كنت لا تجد لقمة العيش. الأمن أول حاجة في كل حاجة. الأمن، نعم. لأنك من خلال الأمن تعيش في كرامة، تعيش في سعادة، تعيش في طمأنينة، تباشر عبادتك وأنت مطمئن على نفسك. احنا شفنا البلاد اللي ما فيش فيها أمن حتى بيفجروا فيها المساجد ويفجروا فيها الكنائس، يعني حتى مواطن العبادة. عندنا هنا في مصر كان بيحصل ده حضرتك في نعم. في الموجات الإرهابية اللي كانت بتحصل في سيناء. نعم، ومن نعم. خلال ذلك وفي كنائس في كل حتة محافظات لابد مصر. بقى من هنا بقى نوجه الشكر للأجهزة الأمنية. يعني لما تروح تصلي الجمعة وتروح بيتك وتطلع وعمال تضحك وتلعب انت واولادك، لابد ان تقدم الشكر لله عز وجل، ثم الشكر للاجهزه التي واصلت الليل بالنهار من اجل ان تجعلنا ننعم بالامن. وايضا للاخوان اقباط مصر اللي بيروحوا للكنائس، اللي بنعمه الامن والامان ايضا ان هم يروحوا يصلوا في الكنائس ايضا، ايا كان كنيسه مسلم يهودي. نعم. أيا كان. نعم. نحن نعم. عندما نتحدث عن الأمن فنحن نتحدث عن الأمن للإنسانية. صحيح. حتى السائح الذي يأتي إلينا حتى ولو كان بلا دين، نعم، نحن نؤمنه. صحيح. وبنشوف إزاي قوات الأمن بتأمنه وتتباعه من أول ما بيدخل من البلد لعند ما يمشي من البلد، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم يعني عليه قال والسلام. يعني من ظلم معاهدا أو انتقصه منه شيئا، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقال من قتل معاهدا لم يشم رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا، في رواية 40 عاما. يعني النبي صلى الله عليه وسلم المعاهد ده اللي احنا ادينا له تأشيرة دخول للبلد. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم وفر له الأمن حتى على المستوى العلاقات الفردية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لا، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله من يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال من لا يأمن جاره وبوائقه. لما تبقى أنت نايم وجارك خايف منك لأنك أنت إنسان أو أنا إنسان مش كويس، ودايما بأوجه بالأذية للجار ومتسلط عليه وعلى أولادي وعلى رزقه، فبالتالي هو لا يأمن. في أي وقت ممكن أغار عليه، في أي وقت ممكن أسلبه ماله، أسلبه بعض ممتلكاته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن 3 مرات. من يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. فضلت الشيخ بعد إذن حضرتك يا دكتور، عايز يعني تعلق لي على هذا الخبر أو هذا الفيديو اللي منتشر في جميع أنحاء العالم في النازحين واللاجئين في شمال سوريا. الكثير من الخيم والكثير من الأطفال اللي بيموتوا في عز البرد بسبب عدم الأمن والأمان. هذا الفيديو اللي أثر فيه كل الكرة الأرضية على فكرة، لما في طفلة صغيرة كده عندها 3 سنين عمالة ترتجف من السقعة تلج، والستات بتبكي بهذا الحال اللي للأسف الشديد المجتمع الدولي كله ساكت ما بيقولش حاجة. عايز تعليق لهذا فقدان الأمل وفقدان الأمن والأمان للمسلم ولا المسيحي ولا حتى اليهودي. والمجتمع الدولي دائما وأبدا يكيل بمكيالين، ويدعي الفضيلة ويفعل غيرها، ويدعي الرذيلة ويفعل غيرها في وقت واحد، وعنده ازدواجية في المعايير وعنده ازدواجية في كل شيء. أقسم لك أعزكم الله والسادة المشاهدين، لو انتفض كلب من البرد في الثلج لأقاموا الدنيا ولم يجلسوها، ولو انتفض ملايين العرب وملايين المسلمين لا تجد غير الاستنكار ومصمصة الشفاه والمسكنة، ولم يتحرك أحد ولم يحرك أحد ساكن، لأننا هنا على أنفسنا فهانت علينا أنفسنا. لا يمكن أبدا، المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، المسلم للمسلم كاليدين.
يزيل الأذى، كل يد تزيل الأذى عن الأخرى. المؤمن للمؤمن كالبنيان، المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. كل الأحاديث تبين لنا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، كل هذه الأشياء. فأسألك بالله عليك، دعنا من الغرب ودعنا من أمريكا ودعنا من هذه البلاد التي تدعي الفضيلة على مستوى الإنسانية وهي لا تعرف للإنسانية حقا ولا تعرف لها مجالا إلا إذا أصيب يعني أي من ينتسب إليها كما قلنا. لكن ماذا فعل المسلمون لسوريا؟ ماذا فعل العرب لسوريا لهذا المشهد الذي يعني تنفطر يعني من أجله الأهوال وتجعل الطفل الصغير شيبا لما رأى؟ والله يا دكتور أنا شايف أنه بفضل الله أولا طبعا، وبفضل الجيش والشرطة والشهداء حضرتك يعني قدر، والشعب المصري طبعا، قدرت الجمهورية مصر العربية أنها تعدل الدفة تاني في بلدنا تمام للأمن والأمان. وطول الوقت في التاريخ دائما مصر لما بتعدل الدفة بتساعد كل الدول العربية أنها تعدل الدفة، إذا كانت دول عربية أو أفريقية. التاريخ بيقول كده طول الوقت. هو يعني هو أنا لو تحدثت معك في السياسة أخش في أشياء كثيرة، يعني أنا برجع تاني للأمن، بس أنا عايز أدخل، أنا عايز أرجع تاني للأمن، أنا عايز أخد وجهة النظر الأمنية، لأن السياسة يعني النهاردة الحروب وأحراق وحروب الجيل الخامس والسادس والقادم هي حروب مختلفة وكلها نزاعات على منطقة الشرق الأوسط، ولا تجد نزاعات في العالم إلا عندنا، والعالم كله شغال لإثارة الفتنة والحروب في منطقتنا العربية. نعم. فتجد كل البلاد، ليبيا بقت فريقين. نعم. فريق يدعم هذا وفريق يدعم هذا، وانت زمنت وانت ما تقدمش. نجد السودان من قبل وتم تقسيمها. نعم. نجد سوريا الآن برضو نزاعات ووقفين عند حد معين، لدى يتقدم ولدى يتقدم، وكان لها نوايا لتفتيت المفتت بس في الوقت المناسب. وتجد في كل العراق واليمن ولبنان، تجد برضو ان هناك للأسف هناك دول تمون هنا ودول تمون هنا. نعم. وفي خط ما حدش يتجاوزه عشان يبقى ده خط اللي نتفاوض عنه، تبقى دي دولة ودي دولة. نعم. نعم. فهناك النظام العالمي الجديد الذي لابد ان نتحد. مصر على جميع حدودها نزاعات، مصر صحيح. ربنا يكون في عونها. نعم. مصر قائمة من ثورات وقائمة من كبوة. ورغم ذلك بتنمو وبتكبر وبتعمل طرق وبتعمل مدن وبتساعد كل الأشقاء في جميع دول الجوار، وكل حدودنا نعم. عليها نزاعات. فربنا ينصر الجيش المصري وينصر شرطة مصر. نعم. ويثبت أقدامه. خلينا نرجع بقى للقضية الدينية ووجهة النظر الدينية. تفضل. النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا في حديث شريف فضل رجال الشرطة ورجال القوات المسلحة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. خلي بالك، باتت تحرس. والعين هي كناية عن الجسم. نعم. يعني ربنا مش هيبعد عينه عن النار مثلا وقدمه تبقى في النار. نعم. لمجرد أنه بات في الحراسة من أجل أن يحقق الأمن والأمان لأبناء وطنه. صحيح. سواء وطنه مصر أو الوطن العربي أو الوطن الإسلامي. صحيح. فبين لنا الله النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه العين التي باتت تحرس لا يمكن أبدا أن تمسها النار. وأذكر هنا موقف، ونعود لقضية الخشية والبكاء، لأن البكاء جمال والبكاءون في القرآن والسنة كفر. أن كان سيدنا عمار بن ياسر
وسيدنا عباد بن بشر كان في الحراسة الليلية. ما هو الناس فاكرة ان الامن والشرطة دي موضوع جديد المسميات، لكن الامن والحراسة والنبطشية والكلام ده كله قديم، نعم، وموجود في كل الحضارات وفي جميع الاديان. صحيح. فكان عليهم الحراسة اللي احنا بنسميها النبطشية، يعني اتنين يبقوا في النبطشية. فكان سيدنا عباد بن بشر هو الذي يقف في الحراسة، وكان سيدنا عمار هو اللي كان عليه النوبة بتاع النوم يعني. فأتى سيدنا عمار سهم، سيدنا عباد سهم غادر من الأعداء، هم على الحدود. صحيح. فلم يتوقف ولم يكذ سيدنا عمار، ثم أتاه الثاني، ثم استيقظ سيدنا عمار من النوم، فقال له: لماذا لم تقذني منذ أن أصبت بالسهم الأول؟ قال: كنت أقرأ كلمات من كتاب الله فجعلت في نفسي حلاوة فخشيت أن أقطعها. دي قوة الإيمان وهو بيحرس. شفنا جنودنا كتير من جنودنا تلاقيه في الحراسة المصحف في جيبه، صحيح، تلاقيه ماسك السلاح وعمال يقرأ قرآن، عمال يقول تواشيح دينية، نعم، عمال يقول قصص ومواويل من اللي هي الحلوة بتاعتنا الجميلة. فالجنود بتوعنا هم يسيرون على ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الحراسة التي في شدة هذا البرد، شفنا فيديوهات جنود واقفة على الحدود شايل سلاح وبطانية ملفوف بها من ضمن الفيديوهات المتداولة كتير. نعم كتير. ثم يأتي أصحاب القلوب المريضة ويريد أن يقتل هذا ويقول أنه كافر، فمن المسلم؟ نعم. الذي يجود بنفسه لكي يدافع عن وطنه وعرضه وعرضه وعن اقتصاد بلده وسياسة بلده، ويموت وتحيا البلاد وتعيش العباد في سعادة وهناء، نقول له أن مجرد الحراسة بلا إصابة فقد ضمن لك النبي صلى الله عليه وسلم الجنة، وعين باتت تحرس في سبيل الله سواء بالليل أو بالنهار، كلها حراسة في سبيل الله عز وجل. صحيح. يسبق النبي صلى الله عليه وسلم هذا في قضية مهمة، وهي قضية إيمانية تتعلق أيضا بقضية الأمن، عندما قال صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله. الحراسة أيضا هي من خشية الله عز وجل، لأنك تقف على الحدود ولا يراقبك إلا الله عز وجل. صح. تقف في الحراسة واللي بيراقبك ربنا، فعندك خشية، عندك خوف من الله عز وجل. وهذه العين التي بكت من خشية الله لا يمسها الله عز وجل النار ولا يدخل صاحبها النار. وكان بعض الصحابة عندما يبكي من خشية الله يمسح وجهه بالدموع ويمسح جسده حتى لا تمسه النار. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل في السبعة الذين يظلهم الله جل في علاه يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، أيضا في مكان لا يطلع عليه إلا الله عز وجل. نعم. فلا يرائي بهذا البكاء وبتلك الخشية. نعم. ولا يريد من ذلك أن يقال أنه رجل تقي. تمام. أو أنه رجل بكاء أو أنه رجلا أو أنه رجل يخاف الله عز وجل، وإنما خاليا ليس بينه وبين الله عز وجل أحد. نعم. ولا يراه إلا مولاه. فمن ذكره
لمقام الله ولجلال الله ولكمال الله ولنعم الله ولخوف من الله عز وجل فاضت عيناه، ويقول له ربنا سبحانه وتعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. دكتور كتر خيرك يا فندم، كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيب، ودايما بتنورنا يوم الأربعاء كده وتنور عقولنا وحبنا لديننا وحبنا لوطننا دائما. حضرتك دكتور عبد العزيز نجار، وكيل وزارة الأزهر الشريف، شكرا لحضرتك يا فندم، كل سنة وحضرتك طيب. حضرتك طيب، شكرا يا فندم. شكرا. ده كان يومنا النهاردة في صفحة جديدة، وإن شاء الله بكرة نفتح صفحات جديدة. بكرة إيه؟ لا خلاص، يوم السبت بإذن الله تعالى إن شاء الله زميلي أشرف عبد الوهاب هيكون معاكم يوم السبت بإذن الله تعالى. يا رب كل الخير والأمن والأمان لبلدنا. أرجوكم ما تنسوش الكمامة والتباعد وغسيل الإيد واللقاح عشان وباء فيروس كورونا. نحافظ على نفسنا ونحافظ على أهلنا ونحافظ على بلدنا. تصبحوا على خير.